الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوداني الكريم، إن قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس حماية للتراب السوداني وصونا للعرض والكرامة، وتترقب بكل أسى وفرقة التدهور المريع الذي تعيشه البلاد في شتى أوجه الحياة. وقد كان من أبرز صوره فشل الأحزاب السياسية بقيادة الأمة لتحقيق أدنى تطلعاتها في الأرض كالعيش الكريم والاستقرار السياسي، حيث عبرت على البلاد عدة حكومات من خلال فترة مجيدة، وما يكاد وزراء الحكومة يؤدون القسم حتى تهتز وتسقط من شدة ضعفها. وهكذا تعرض البلاد لمسلسل من الهزات السياسية زلزل الاستقرار وضيع هيبة الحكم والقانون والنظام. أيها المواطنون الكرام، لقد عايشنا في الفترة السابقة ديمقراطية مزيفة ومؤسسات دستورية فاشلة، وإرادة المواطنين قد تم تزييفها بشعارات براقة مضللة وبشراء الزمن والتهريج السياسي. ومؤسسات الحكم الرسمية لم تكن إلا مسرحا لإخراج قرارات السادة ومشهدا للصراعات والفوضى الحزبية. وحتى مجلس رأس الدولة لم يكن إلا مسخا مشوها، أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت البلاد وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد في السياسات والتقلب في المواقف حتى فقد مصداقيتها. أيها المواطنون الشرفاء، إن الشعب مسنود بانحياز قواته المسلحة قد أسس ديمقراطية بنضال ثورته في سبيل الوحدة والحرية، ولكن العبث السياسي قد أفشل التجربة الديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية في إثارة النعرات العنصرية والقبلية، حتى حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان، علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وإنسانية. مواطني الأوفياء، إن عداوات القائمين على الأمر في البلاد في الفترة المنصرمة للقوات المسلحة جعلتهم يحملون عن قصد إعدادها لكي تقوم بواجبها في حماية البلاد. ظلت قواتكم المسلحة تقدم أرسالا من الشهداء كل يوم دون أن تجد من هؤلاء المسؤولين أدنى الاهتمام في الاحتياجات أو حتى الدعم المعنوي لتضحياتها، مما أدى إلى فقدان العديد من المواقع والأرواح، حتى أضحت البلاد عرضة للاختراقات والانسلاب من أطرافها العزيزة. هذا في الوقت الذي نشهد فيه اهتماما ملحوظا بالميليشيات الحزبية. أيها المواطنون الكرام، وكما فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات المسلحة لمواجهة التمرد، فقد فشلت أيضا في تحقيق السلام الذي رفعته الأحزاب شعارا للكيد والكسب الحزبي الرخيص، حتى اختلط حابل المخلصين بنابل المنافقين والخونة، وكل ذلك يؤثر سلبا على قواتكم المسلحة في مواقع القتال، وهي تقوم بأشرف المعارك ضد المتمردين، ولا تجد من الحكومة عونا على الحرب أو السلام. هذا وقد لعبت الحكومة بشعارات التعبئة العامة دون جد أو فعالية. مواطني الشرفاء، لقد تدهور البعض الوضع الاقتصادي بصورة مزرية، فشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية، فازدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل، واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لارتفاع أسعارها، مما جعل كثيرا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة. وقد أدى هذا التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الإنتاج، وبعد أن كنا نطمح أن نكون بلادا سلت غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدي غذائها وضرورياتها من خارج الحدود، وانشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة، وكل هذا مع استشراء الفساد والتحريف والسوق الأسود، مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ترعا يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام. أيها المواطنون الشرفاء،
لقد امتدت الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فسردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الفتنة المدنية. وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وأفسد العمل الإداري وضعت على أيديهم هيبة الحكم وسلطات الدولة ومصالح القطاع العام. مواطنين الكرام، إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها عن العاصمة القومية وعن بعضها في انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفلات رب الأمن حتى افتقد المواطن ما يحميه ولجأوا إلى تكوين الميليشيات. وكما انعدمت المواد التموينية في الأقاليم إلا في السوق الأسود وبأسعار خرافية. أيها المواطنون، لقد كان السودان دائما محل احترام وتأييد كل الشعوب والدول الصديقة، لكن اليوم أصبح في عزلة تامة، والعلاقات مع الدول العربية أضحت مجالا للصراع الحزبي، وكادت البلاد تفقد كل أصدقائها على الساحل الإفريقية. وقد فرضت الحكومات في بلاد الجوار الإفريقي حتى تضررت العلاقات مع أقلبها وطرقت الجو لحركة التمر وتتحرك فيها بحرية مكنتها من إيجاد وضع متميز أتاح لها عمقا اشتراكيا لضرب الأمن والاستقرار في البلاد، حتى أنها أصبحت تتطلع إلى احتلال وضع السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية. وهكذا انتهت علاقات السودان من العزلة مع العرب والتوتر مع أفريقيا إزاء الدول الأخرى. أيها المواطنون الأوفياء، إن قواتكم المسلحة ظلت تراقب كل هذه التطورات بصبر وانضباط، ولكن شرفها الوطني دفعها لاتخاذ موقف إيجابي إزاء هذا التدهور الشديد الذي يهدد الوطن. واجتمعت كلمتها خلف مذكرتها الشهيرة التي رفعتها منبهة من المخاطر ومطالبة بتكوين الحكم وتجهيز المقاتلين للقيام بأجرهم. ولكن هيئة القيادة السابقة فشلت في حمل الحكومة على توفير الحد الأدنى لتجهيز المقاتلين. واليوم يخاطبكم أبناءكم في القوات المسلحة، وهم الذين أدوا قسم الجندية الشريفة أن لا يفرطوا في شبر من أرض الوطن، وأن يصونوا عزته وكرامته، وأن يحفظوا للبلاد مكانتها واستقلالها المجيد. وتحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنغاز بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين، لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لإنداء الواجب والوطن، في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية وتأمين الوطن من ديار كيانه وتمزق أرضه، ومن أجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والشقاء والمرض. أيها المواطنون الشرفاء، إن قواتكم المسلحة ترجوكم للالتفات حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية، وتدعوكم للثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من أجل إنقاذ الوطن ومن أجل استمراره وطنا موحدا حرا كريما. عاشت القوات المسلحة حامية لكرامة البلاد، وعاشت ثورة الإنقاذ الوطني، وعاش السودان حرا مستقلا. والله أكبر، والعزة للشعب السوداني الأبي، والسلام عليكم ورحمة الله